أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ أحمد الصفدي من لازوتي. بداية مرحب فيك معنا من ABC وبرنامج رواد الأعمال. نتمنى بداية تعرفنا المزيد عنك وعن بدايات لازوتي. أول شيء برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمحلات لازوتي. نحن محلات لازوتي متخصصين بفساتين السهرة النسائية وفساتين السهرة للبنات وبدلات الأفراح للأولاد. نحن هذا المجال ما صرنا زمان كتير، نحن من 2019 موجودين بدبي. تم افتتاح أول فرع للشركة بال 2019 في دبي أوتلت مول، وبال 2020 تم افتتاح الفرع الثاني بدبي فيستيفال سيتي مول. وإن شاء الله الخطة الحالية في 2024 في رؤية الشركة هي أنه طبعاً التوسع والانتشار، فإن شاء الله في 2024 في خطة أنه نفتح محلين بدولة الإمارات، حيكون واحد منهم بدبي وواحد تاني بأحد الإمارات المجاورة لدبي. أستاذ أحمد، ممكن تخبرنا عن اللي يميز الألبسة والفساتين في لازوتي وشو أنواع الديزاينات اللي عندكم؟ نحن بلازوتي تميزنا حقيقة أنه في عنا جميع الفساتين اللي بتناسب جميع الأعمار، سواء إذا بالنسبة للفساتين، إذا عم نحكي عن فساتين النسائية ففي عنا للمقاسات الصغيرة المقاسات الكبيرة. تميزنا بوجود الفساتين السهرة للمحجبات. من ضمن الشغلات اللي بتميز فيها محلات لازوتي أنه جميع الموظفات الموجودين عنا هن الإخصائيين في اللبس. هذا الشيء اللي بيساعد الزبون او الزبونه لما تفوت على المحل ممكن ما تعرف شو الشيء اللي بيناسبها داخل المحل، فعنا اخصائيين السيلز هن اللي بيساعدوا الزبونه على تنقيه الموديل تبعه الفستان انه حسب شو نوع السهره او الحفله اللي عندها. فهن نحن مو بس انه بنبيع، لا، نحن بنلبس، بنساعد الزبونه على اختياراتها، بنضل مع الزبونه لاخر مرحله البيع وما بعد البيع، بحيث انه تختار الفستان المناسب. وطبعا في عنا اخصائيين قسم الخياطه، اي تعديلات على الفستان بيساوي له تعديلات مناسبه للزبونه، بعد التعديل بيجي الزبونه بجرب الفستان ناسب هالفستان كان مناسب اخذته، بدها كمان بعض التعديلات، يعني بنضل عم نعدلها للزبونه لحتى يطلع فستان مثل ما بدها الزبونه بالضبط. يعني احنا جامعين، يعني في حال لما تدخل الام على المحل اللي عنا حتلاقي طلبها وطلب بنتها وطلب ابنها موجود عندنا بالمحل، بياخذوا موديلات اللي بدهم اياهم للحفله تبعهم وبيدعوا لنا. حلو كتير. أستاذ أحمد، بعد النجاح الرائع اللي حققته، شو هي الخطة، شو هي الرؤية المستقبلية لازوتي؟ والله الرؤية المستقبلية مثل ما خبرتك أنه نحن يعني الحمد لله عنا فيدباك حلو كتير من الزبائن ومنتجاتنا جدا مميزة، فهلا وصلنا للخطوة أنه لتوسع الشركة ونفتح أكثر من فرع بالمرحلة المقبلة. فهي الخطة المستقبلية للشركة، بالإضافة لأنه هيتم خلال أشهر بسيطة تفعيل مبيعات الأونلاين للزبائن، كونه في رغبة كبيرة من الزبائن أنه بدهم مبيعات عن طريق الأونلاين، فعم نشتغل عليها حاليا، خلال كم شهر إن شاء الله بيكون الموقع شغال والبيع عن طريق الأونلاين. أستاذ أحمد، بعد الخبرة الطويلة وكمقيم في دولة الإمارات، شو بتنصح رواد الأعمال الجدد اللي عندهم طموح يبدأوا عملهم الخاص داخل الإمارات؟ والله أول شيء بنصحهم وبتمنى أنه يكون في رواد أعمال جديدة هون بالبلد، لأنه هي بالفعل مكان جيد للشغل، مكان مريح للشغل حقيقة، في قوانين للكل، تعرف شو اللي إلك وشو اللي عليك، هي بتريحك جدا بموضوع العمل. فبنصحهم كتير، بنصحهم وبفضلهم يشتغلوا على انه يفتحوا بدولة الامارات، طبعا باستراتيجية بدراسة للمشروع التجاري اللي حيفتحه، يكون في دراسة جدوى نظامية للمشروع، وان شاء الله التوفيق من رب العالمين دائما. يعني نهاية بدنا نعرف ليش اختار الاستاذ احمد دولة الامارات وامارة دبي ليبدأ فيها عمله ومشواره. والله اخترنا حقيقة، يعني اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة كون فرص العمل فيها كتير كبيرة، وزائد تنوع الجنسيات المتعدد
بالدولة هون اللي فيك أنت تلبي قسم كبير من الجنسيات الموجودة في الدولة. وبالتالي إحنا عنا الموديلات اللي عنا هي بتناسب أغلب الجنسيات، يعني نحاول نغطي قدر المستطاع من الجنسيات المتوفرة هون. وبالمناسبة مو سهل أنت إنه عندك دولة فيها فوق 200 جنسية كلهم عايشين على الأرض واحدة وبسلام وأمان، وهي ميزة جدا يعني جدا مفيدة للبزنس يعني حقيقة. وبالختام طبعا احنا بنشكر حكام دولة الإمارات والشيوخ الكرام يلي معيشين هون ببلد جدا جميل، بلد راقي، بلد ممتع جميل اللي عايش فيه، في تعداد جنسيات جدا كبير. وبالفعل لهم شكر كتير كبير على فرص العمل اللي عم تتاح للجميع داخل الدولة، طبعا شكر متواصل لهم. بالنهاية بنتخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع محل لازوتي. طبعا احنا محلات لازوتي موجودين على السوشيال ميديا، موجودين على الانترنت، موجودين اذا اي بحث عن طريق جوجل بيلاقوا الافروع تبعنا. وان شاء الله لقدام في عنا توسع والتوفيق من رب العالمين. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. الله يسلمك، شكرا جزيلا لكم وشرفتونا وشرفنا فيكم جماعة. تسلم يا رب. الله يسلمك يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.